أهلا بك معنا صفية زولفلام. مساء الخير أمير، ومساء الخير لكل متابعي تلفزيون النحاف. نعم صفية، إذا تم تسجيل صعوبة في حركة السير صباح اليوم في العديد من الطرقات الولائية الوطنية، خاصة في مرتفعات ولاية تيزي وزو. أكيد أمير، هناك انسداد وتيزي وزو على غرار باقي الولايات مستها الثلوج خاصة على المرتفعات، لتشهد بذلك العديد من الطرقات الوطنية والولائية انسداد وانغلاق أمام حركة المرور خاصة في الفترة الصباحية. لكن مصالح البلدية والأشغال العمومية وعناصر الدرك الوطني وقوات الجيش بطبيعة الحال دوما في تأهب لفتح هذه الطرقات التي شهدت انفتاحا هذه الفترة المسائية وإجلاء السيارات العالقة، ولتذكير بدون أن ننسى تكاتف المواطنين فيما بينهم لفتح الطرقات، هذه الطرقات خاصة تلك المحاور المؤدية إلى قراهم، كما يعمل معظم التجار على فتح محلاتهم لتوفير حاجية المواطنين. هذا مجمل ما تعيشه تيزي وزو على غرار باقي الولايات بالنسبة للطرقات. صفية، ماذا عن قارات غاز البوتان؟ هل هي متوفرة يعني في المناطق الجبلية؟ أمير، إذا تكلمنا عن الغاز الطبيعي أولا بالدرجة الأولى، صحيح أن ولاية تيزي وزو لا أحد يمكن أن ينكر أنها قطعت أشواطا كبيرة في ربطها بالمنازل، هذه المادة الحيوية التي ربطت بالمنازل، قطعت أقول شوطا كبيرا تعدى ربما نسبة 78% بالولاية. لكن العديد من المناطق كما أشرت لم تستفد بعد من هذه المادة الحيوية، ما يجعلها في معاناة مستمرة بحثا عن الحطب في الغابات وشراء إلى جانب أو شرائه بطبيعة الحال، إلى جانب قارورات غاز البوتان التي لا تستطيع أن تلبي حاجياتهم لتدفئة طيلة موسم الشتاء، خاصة تلك المناطق الجبلية المرتفعة. لكن أعيان القرى، المحلات إلى آخره، يعملون دوما في توفير قارورات غاز البوتان في المحلات لكي تسهل حياة المواطن العادي. شكرا لك صفية إبرودان، مراسلتنا من تيزي وزو.